فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم تعليق القلائد على الإبل بقصد تجميل شكلها؟ لا بأس بذلك، هذا ما في اعتقاد، إذا كان ما في اعتقاد وإنما هو لتقاد بالقلادة أو لتجميل شكلها أو لأنها هدي لتعرف أنها هدي. لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد، يعني الإبل المقلدة للهدي. فإذا كان الغرض منها ليس الشرك والاعتقاد لا بأس بذلك. نعم.